السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. اليوم جئناكم ببرنامج جديد. هذا البرنامج هو من الطلاب وإلى الطلاب. اسم البرنامج هو تجربتي التعليمية. من خلال هذا البرنامج أحب أعطي فرصة لكل شخص يدرس في أي مكان في العالم أو سبق له الدراسة في أي مكان في العالم أن يشارك تجربته مع أخوانه وأخواته الطلاب، لأن قد تعرف معلومة صغيرة قد تراها في عينك، لكن طالب آخر له سنين يبحث عنها، فبالتالي تفيد هذا الطالب وتكسب أجر هذا الطالب وينفعك إن شاء الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعتبرها صدقة جارية بأنك تشارك المعلومات لغيرك، وكما يقال زكاة العلم نشره. ففي من خلال هذا البرنامج أتيح لك المجال تسجل فيديو صغير جدا تذكر فيه بعض المعلومات. المعلومات موجودة في أسفل هذا الفيديو، في تفاصيل الفيديو معلومات مثل اسمك وأين تدرس الآن، أي تخصص درست، وكيف كانت تجربتك هناك وأنت تدرس، معلومات بسيطة جدا. كما أتيح لكم الحرية لإضافة أي معلومة أخرى تروها قد تفيد الطلاب بشكل كبير، وترسل لي هذا الفيديو وأنا أضعه على القناة حتى يصل لعدد كبير جدا من الطلاب ويستفيدوا من هذه المعلومة بإذن الله تعالى. أنا واثق جدا أن هذا الأمر سيفيد شريحة كبيرة جدا من الطلاب، لأنه من ليس من سمع كمن رأى. إذا أنت موجود في بلد معين وتدرس فيها أكيد المعلومات التي ستكون عندك ستكون أدق من المعلومات التي عندي أو عند آخرين، فبالتالي ممكن تفيدنا وممكن يصل صوتك إلى عدد كبير جدا من الطلاب يريدوا الاستفادة. أنا بدأت الإعلان عن هذا البرنامج من خلال صفحتي الرسمية في الفيسبوك ومن خلال تويتر. بعض الإخوان جزاهم الله خير كانوا مبادرين وكانوا أول الناس الذين سجلوا، أحب أشكرهم شكر جزيل جدا، بالذات أشكر أول شخص أرسل لي فيديو وهو الأخ إدريس إبراهيم، جزاك الله خير لأنك كنت أول شخص بادر وأرسل هذا الفيديو. والأخ إدريس طبعا تكلم عن تجربته طالب في الفلبين وما زال يدرس في الفلبين، ذكر بعض المعلومات فيه صراحة أنا لم أكن أعرفها، فبالتالي أنا متأكد أن الكثير جدا سيستفيدوا من المعلومات اللي قالها. وأرجو من الجميع أن يبادروا، سواء تدرس في أي مكان، تدرس في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في أمريكا اللاتينية، شاركنا بتجربتك وافيد الآخرين. وبالنسبة للغير قادرين على تسجيل فيديو أو الأخوات الغير راغبات في الظهور على الفيديو، بإمكانكم استخدام الهاشتاج والكتابة في تويتر أو في الفيسبوك أو في انستغرام أو في أي مكان باستخدام الهاشتاج وأذكروا فيه تجربتكم التعليمية، فبالتالي أي شخص يبحث عن هذا الهاشتاج سيجد المعلومات التي لديكم. ولا تستهونوا بأي معلومة لديكم، قد تكون أمر صغير جدا، قدمت على تأشيرة وجاتك الموافقة، كيف جاتك الموافقة؟ قدمت على تأشيرة ورفضت. ليس عليك شرط أن تلتزم بالأسئلة التي وضعتها في وصف هذا الفيديو، ولكن إن كتبتها بالطريقة هذه ستفيد ناس كثر. إن لم تكتبها لا بأس، جملة واحدة تقولها يستفيد منها طالب هذا يكفي. هناك الكثير الذين يتعاونون في أمور لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، فدعونا يا إخوان نتعاون في أمر يفيد إن شاء الله في الدنيا وإن شاء الله يفيد في الآخرة. دعونا نتعاون لنقر تجاربنا التعليمية حتى يصل صوتنا لجميع الطلاب الذين يريدوا يستفيدوا. وأرجو من الجميع نشر الهاشتاج، وأرجو من الجميع من أي شخص استفاد يوم ولو بكلمة من هذه القناة أن ينشر هذا الهاشتاج وينشر هذا الفيديو وينشر تجربته حتى يستفيد الآخرين. شكرا جزيلا على المشاهدة، وفي انتظار تجاربكم وفي انتظار أن تصل الفائدة حول العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.